أهلا وسهلا فيكم مستمعي راديو أورينت في حلقة جديدة من رسالة المنطقة أو منطقة الجزيرة السورية. في الحلقات الماضية حكينا شوي عن محافظة الحسكة، تناولنا الأوضاع الإنسانية المعيشية الاقتصادية وأيضا التنوع السكاني فيها والمعالم الأثرية في المحافظة. اليوم رح نركز أكثر على محافظة الحسكة ولكن في محاور أخرى، خليكم معنا. رح ينضم لنا أحمد العالي من الحسكة لنحكي أكثر عن المحافظة. أحمد أهلا وسهلا فيك معنا مرة تانية. يعني حكينا كثير عن الأوضاع المعيشية، حكينا عن الأوضاع المعيشية والإنسانية في الحسكة، ولكن اليوم بدنا نركز عن آخر التطورات فيها، تحديدا عن الإضراب اللي عم يقوم فيه المجلس الوطني الكردي، يعني أضرب عن الطعام يعني من أسبوع تقريبا، استمر هذا الإضراب أسبوع، انتهى الإضراب عصر يوم أمس على ما أعتقد، وكان هناك مؤتمر صحفي للمجلس يعني حكى فيه أنه عنده عدة مطالب ومنها إنهاء اعتقال عدد من القيادات من قبل قوات الأسايش أو حزب الاتحاد الديمقراطي تحديدا. نعم صحيح. طيب بدنا تحكي لنا أكثر عن هذا الإضراب، إيش المطالب اللي عم يتوجه فيها المجلس الوطني الكردي لحزب الاتحاد الديمقراطي؟ هل فعلا كان هناك يعني مفاوضات بين الطرفين أم لم تحدث محادثات أبدا أو أي حوارات بين المجلس والحزب حول هذا الأمر؟ سيدتي الكريمة، في البداية أود أن أشير إلى أن الإضراب الذي حصل للحزب الديمقراطي هو إضراب بسبب الاعتقالات التعسفية التي قامت بها قوات الإيسايش باتجاه أعضاء حزب يكتي والأحزاب المتبقية المعارضة لحزب الاتحاد الديمقراطي. هذا السبب الرئيسي فقط. طيب مين المعتقلين بالتحديد؟ يعني هل هم معتقلين نشطاء أو سياسيين؟ نشطاء وسياسيين. قامت باعتقال أول أم من منذ 4 أيام قامت باعتقال نشطاء من عامودة، نشطاء إعلاميين قوات الإيسايش. المعتقلين هم فقط من الأكراد؟ نعم فقط من الأكراد، وهم من أحزاب سياسية معارضة للحزب الاتحاد الديمقراطي يبك. يعني تم اعتقالهم فقط لأنهم معارضين؟ نعم فقط لأنهم معارضين فقط، لا يوجد أي سبب ثاني. كم شخص إذا عندك معلومات عدد المعتقلين؟ حسب علمي النشطاء الإعلاميين 2 من عامودة، في معبدة تم اعتقال 3 أشخاص في مكتب حزب يكتي، طبعا بعد حرق المكتب أيضا. في القامشلي أيضا تم اعتقال 3 أشخاص. طيب هاي الاعتقالات يعني من قبل حزب الاتحاد الديمقراطي كان في مقابلها إضراب فقط من المجلس الوطني الكردي، يعني ما في أي حالات إفراج؟ صارت احتجاجات، بس أحداث الحسكة غطت على الاحتجاجات. صارت مظاهرات بعامودة بالقامشلي بس أحداث الحسكة وضراوتها غطت على الاحتجاجات الكردية. يعني هل هناك أمل في إطلاق هؤلاء المعتقلين أم لا؟ والله يعني لا نعلم. يعني ما في أي تجاوب، يعني ما في أي تصريح من قبل حزب الاتحاد؟ لا يوجد أي تصريح ولا يوجد أي تجاوب من قبل حزب الاتحاد الديمقراطي. طيب هل هناك أي مخاوف يعني من انقسام في الشارع الكردي على خلفية هذه الأحداث؟ الانقسام موجود سيدتي الكريمة. يعني بأي مجالات، في أي صورة؟ بكافة الصور. الانقسام السياسي، الانقسام الأيديولوجي، التفكير الأيديولوجي بين الأحزاب الكردية موجود. طيب يعني هذا الاحتجاج يعني يقتصر على رفع لافتات مظاهرات فقط، ليس هناك نعم. أي تجاوب مع الأطراف الأخرى بأن تطلق سراح المعتقلين أو حتى تحسن من معاملتها مع الأكراد بشكل عام؟ لا يوجد إطلاقا، لا يوجد لا عرب ولا أكراد. طيب في الفترة يعني قبل 2 تقريبا كان هناك اتفاق بين قوات النظام والوحدات الكردية، بعد هذه الفترة من هذا الاتفاق كيف يبدو الوضع؟ هل هناك أي انتشار لقوات النظام؟
أي فعاليات تقوم بها قوات النظام في الحسكة؟ سيدتي الكريمة، بعد الاتفاق الذي تم بين الوحدات الكردية والنظام وقوات النظام متمثلة في فوج كوكب، أولا عادت المؤسسات إلى عملها بشكل نهائي في حي غويران. طبعا حي غويران الآن هو تحت سيطرة قوات النظام، يعني رجعت قوات النظام على حي غويران. عادت المسروقات التي تم سرقتها من قبل الوحدات الكردية إلى الهندسة المدنية وكلية الآداب، وطبعا الاتفاق تم منذ أسبوع، والبارحة تم تنفيذ الاتفاق، بنود الاتفاق. لا، أنا عم بتحدث عن الاتفاق القديم، يعني قبل أشهر، قبل أكثر من شهر تقريبا، كان الاتفاق بانسحاب قوات النظام بالوساطة الروسية. لم ينفذ الاتفاق، بقيت حتى أنه على أساس أنه تنسحب من كافة محافظة الحسكة. طيب، أنت عم الآن تقول بعد أحمد التجاه أنه كان في سرقات وأعيدت سرقات، يعني تمت من قبل وحدات كردية من مؤسسات نعم الدولة. نعم نعم من كلية الهندسة المدنية، سرقة الأثاث والمعدات وحتى مستندات الطلاب ووثائقهم وأثباتاتهم. طيب، بخصوص الوثائق، يعني هل هناك أي مفقودات فعلا لملكيات أراضي أو وثائق أخرى تعاني منها المحافظة؟ لم نسجل أي حالة. يعني حتى لو سجلت حالات، حكومة النظام في دمشق أعتقد أنها تحتفظ بنسخة إذا تم فقدان نعم وثائق ما. نعم 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 صحيح. طيب، ما دام عم نحكي عن مؤسسات الدولة، الدوام بالنسبة للموظفين كيف يبدو؟ تسليم الرواتب؟ تسليم الرواتب، الشهر الماضي لم يسلم الرواتب النظام، طبعا قبل العيد، وإلى الآن لم يسلم أي رواتب حتى للمتقاعدين. يعني طيب، اللجان الأمنية في الحسكة تدار من قبل من بالتحديد؟ اللجان الأمنية، في لجان تابعة للنظام ولجان تابعة للإيسايش. كيف يبدو الوضع الأمني في ظل هذه اللجان؟ الآن يعني الوضع الأمني بعد انحلال الدفاع الوطني، منظمة الدفاع الوطني عن العمل وانضمامها إلى الوحدات الكردية، يعني خف التوتر الوضع الأمني، لأنه هذا كان المطلب الرئيسي لإنهاء الاشتباكات، لأنه حل الدفاع الوطني في المحافظة الدفاع الوطني اللي هو أصلاً تابع لقوات النظام، تم دمج تابع. عناصر منه مع وحدات الحماية الكردية. نعم نعم تم دمج، حتى قائد الدفاع الوطني أصبح قياديا في الوحدات الكردية. طيب، خلينا نحكي شوي قبل ما نختم عن الوضع المعيشي وتحديداً الخدمات، يعني ارتفاع الأسعار، تجمل لنا كافة هذه التفاصيل، كيف تبدو الآن طبعا في الحسكة؟ الأدوية الآن مفقودة في الحسكة، يعني لا توجد أي جهات أو منظمات دولية تقدم المساعدة الطبية. لا 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 يوجد، حتى إذا إن وجد تقوم ميليشيا الوحدات الكردية وأتباعها من عناصر النظام بسرقتها، حتى إن وجد. يعني الآن مرضى الغسيل الكلوي يعانون من نقص مياه الغسيل الكلوي، لا يوجد في المحافظة غسيل، يوجد ولكن بنسبة قليلة. منذ يومين سجلنا حالتين لوفاة مرضى الغسيل الكلوي وهم تحت العلاج. طيب، لماذا لا يتم إجلاء هذه الحالات إلى خارج المحافظة؟ يعني يهتمون بالناس؟ لا يهتمون بالناس، هم لا يهتمون بأمر العامة إطلاقا. طيب، إذا أراد أحد المرضى الخروج من الحسكة للعلاج في مناطق أخرى، هل يتم في السماح له؟ دمشق مثلا نعم يتم السماح له من مطار دمشق، من مطار القامشلي فقط، هو الجهة الوحيدة التي يخرج منها الناس إلى. طيب، الهلال الأحمر السوري، الصليب الأحمر، ليس له أي دور في المحافظة من خلال، دوره شكلي، يعني هل هناك جهات تقدمت بطلب للهلال الأحمر وهو مقصر في هذا الموضوع؟ يعني الوضع تحت الأنظار، يعني معروف أن الوضع لا يوجد أدوية، سعر علبة البنادول 2500 ليرة، البنادول على مستوى البنادول، فما بالك أنه أسعار الأدوية الأخرى.
طبعا النقاط الطبية أو المشافي الفعالة حاليا في الحسكة كم يبلغ عددها تقريبا؟ مشافي الحسكة: المشفى الوطني في العزيزية، مشفى شويش أيضا فعال. طبعا 3 نقاط موجودة في الحسكة. مشفى الشدادي خارجة عن العمل بسبب وجود عناصر أمريكيين في المشفى. طيب، بخصوص التطورات الميدانية بالحسكة أحمد، هل هناك أي مواجهات اشتباكات بين أطراف معينة في محيطها؟ في الحسكة نعم، جرت اشتباكات جنوب مدينة الشدادي. طبعا الاشتباكات كالعادة يذهب ضحيتها السكان المحليين. قامت الوحدات الكردية بتجريف قرية قشقش، القسم المتبقي، القسم الشمال المتبقي من قرية قشقش جبور بالكامل، طبعا بعد سرقة أثاث البيوت، ومن ثم حرقها لإخفاء الجريمة، ومن ثم تجريفها بآليات الوحدات الكردية. طبعا أصبحت حاول أهالي قرية قشقش جبور الخروج بمظاهرة في مدينة الشدادي بعد صلاة الجمعة الماضية، لكن هناك من عينتهم الوحدات الكردية كممثلين عن عشائرهم في المنطقة، منعوهم من الخروج وحذروهم من عاقبة وخيمة للتظاهر، يعني كإطلاق الرصاص على المتظاهرين، وقالوا لهم سنطالب لكم بحقوقكم، نطالب بالتعويضات ومن هذا الكلام. طيب أحمد، يعني التجريف اللي عم تحكي عنه، الحرق مفهوم إنه لإخفاء معالم السرقة وما إلى ذلك والنهب، ولكن لماذا التجريف؟ هل هو لمنع يعني عودة النازحين إلى تهجير هذه القرى؟ تهجير هي البعبع الأساسي، بعبع تنظيم الدولة. بحجة دائما الحجة الأساسية عندهم تنظيم الدولة في كل تجريف، حتى في قرى تل حميس يعني جرفوا مناطق بحجة تنظيم الدولة، وتنظيم الدولة ليس موجود أساسا في المنطقة ولا في المناطق القريبة. ولا في المناطق القريبة. طيب، خلينا نحكي شوي بس عن الأسعار. هناك شكاوي كثيرة من ارتفاع الأسعار في عدة محافظات، تحديدا الشرقية من سوريا. يعني لو تحكي لنا أمثلة مثلا عن أسعار الخضروات، الفواكه، المعلبات، كيف هل هناك ارتفاع ملحوظ؟ الارتفاع موجود، يعني البندورة ب 900 ليرة، هاي أهم شيء. مثلا سكر، رز، كيف أسعار السكر 1200، الرز 900، يعني ما في شيء تحت 900، كله فوق. طيب، كيلو الحلو ب 4000. يعني الناس كيف عم تتدبر أمورها في ظل هالأوضاع؟ الناس عايشة من قلة الموت لا، هيك هذا يأس، والله، هذا يعني يأس هيك أحمد. صاير. طيب، بالنسبة لقطاع المواصلات أحمد، بدي أختم معك في هذا السؤال. قطاع المواصلات كيف يبدو؟ هل هناك مواصلات حكومية تحديدا، يعني تابعة للقطاع العام الحكومي؟ مواصلات تابعة للقطاع العام لا يوجد، كلها تحت أمرة الدفاع، القوات الحكومية. طيب، بدي يعني أتشكرك. شكرا أحمد، يعني أجملت لنا كافة المحاور. أحمد العلي، شكرا لك، كنت معنا من محافظة الحسكة. الشكر موصول لكم أيضا مستمعي راديو أورينت على حسن استماعكم. نلقاكم في الأسبوع المقبل يوم الاثنين المقبل في 11:30 بتوقيت دمشق، ورسالة جديدة من المنطقة أو منطقة الجزيرة. إلى اللقاء.